الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أيضا عن درسي أنك بلاوينا أيضا فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أو الرقم كذا أوي هاي بقول إي أفرتني اللح أو سورة العلافة. أيضي وروح لرديفة نقول نقول إلهي سبحانه وتعالى نبي الله اللوح نبي الله موسى ميقاتك وحكسه سي الواح الواحد والغل الواح واسوس عصايا مبتعي ليس الخبر كالمعاينة عرقتها وحديثنا وليهن عرقتها ما عرقتي هي مخلق اسمدنا إلهي القرآن كسو حكيري وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك كل كاس قوم كاريا في النيني وأظل لهم السامري والدميين الواحد موت ضاغن لكن مركو قوم كو يمد أيغو ديبه كوكور حترين أو يمد مركا أيضا الواحد يتالي الواحد أتقال على وكشي يتوانا على وكشي يتوانا دائن تالا لكن الواحد من دمرتين أهيد كذا أهيد على كل حال الواحد إلهي أوسي أهيد كل كالواحد موعدة أويالي موعدة وحاوية ترهيب أنا أفعال مثلا أنا أفعال الشر شرط أفعال هذا اللي يسكفك اللي يسكعب سجليه إيه محايته ترغيب في أفعال الخير أفعال الخير كان اللي يسجع ليس إيه أفعال شو أشرت على اللي يسكفك موعدة سلاس الله بضي يذكيني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل موعدة ده أصنع من كل شيء نوع قصة قصة تفصيله لكل شيء نوالسي وشريعه يا أوامرته فأسأل لك لبحيه حقها من حيث العقيدة والوصول ومن حيث الأخلاق ومن حيث الآداب ومن حيث مثلا الأحكام جد والوكا لبحين كل كاسة وحالي رقاضة أي قاضة الواحدة قاضة حوك قاضة حوك اللي قاضة من حيث بجد واجتهاد هو قاضة قال هذا أيضا فر الواحدة مدة وناك بدنها قاضة فقط مدة وناك بدن لحوها الواجبات والمستحبات الواجبات والمستحبات على كل حال شيء لا أركمتك وانا جبرن أو أحسن كأسيرة ما شاء وعلى قرنا شرعات الدين الإسلام ك هي واحد الإله سيد جيبا إن كيد بض أحسن طه سوريكم دار الفاسقين فاسقين تو حواي هذه وهذه ويروح كرنا الله خطاب هاي الله ميسو يعني لقد كأي خلاص واحد بريكو دعية وأدار في الدنيا كل كفاسقين تدار تيضا النار كاساد وانتون تاسدان أنيقا وعقابوه آخر ذا أنا كتسدون تفسير كانوا عسوريكم دار الفاسقين مصر أيضا هو قولوا كفاسرين قول الشام يكون فاسرين دار الفاسقين قولوا حيلين سوريكم دار الفاسقين أي مصيرهم ما يشعروا من دونهم قولوا مصيرهم تيه مصر مجد. على كل حال وحاق الرياج حسن يعني ذات كفاسقين توضع هذا كبحي كوا أيجا الدار تودا يعني النار تونك أقارب دونه كاسنا وانك تسي دونه وان وكتبنا رب وارجع نور له اللي موسى في الواحد وحنقول لكني من كل شيء حالك مثل شيء كل حاجة سئي من كل شيء حالك مثل واحد وانه يو تفصيلا كربيها كنا نرد يرد لكني من كل شيء لك ربيه فخذها وقلها وحافظها وقلنا وحارف فخذها قاضو الواحد بقوة أيدي بجد واجتهاد وعزم وأمر قومك فريا خذوا بأحسنها الواحد السيدة ونفسنا قاتلنا مع أنها أحكام تيدا مدى أفي عن تدوى وضفي عن تولي الواجبات والمستحبات سأريكم دار الفاسقين كوية طاعة كبحي دار تيدان والغتسن دون عقابته سأصرف الرب وإله ويرحن آياتي آيات كي حقي سأل الذين كوية كي لا يتكبرون كبرون في الأرض الأرض يتيجي لكو كبرون بغير الحق لكو كبرون وإن يروا كل آية آية كل جهة أركان لا يؤمنون بها آيات الرميم هاي وإن يروا سبيل الرشد هنونك وديس هذه أركان لا يتخذوه سبيلك وتدرس سبيل جدك يهلا مايا وإن يروا هذه أركان سبيل الغي بايد جدك أيضا يتخذوه سبيل كاس وغيك يهي سبيل جدك يهلا هاي فهم هاو عن سداس ذلك كاذس بأنهم بسبب أنهم أيها كذبوا بآياتنا آيات كلمي إلي بيني صوب تدواية وكانوا يهادين عنها عن الآيات غافلين كوها المنسان والذين الدرك كذبوا بيني بآياتنا آيات كنا بيني رب
واللقاء الآخرة آخرة لكل كذن بينيين حبيض أعمال ومعماش وذي برتي هل يجزون من لا أباننا كواس وما إلا ما في مغيه كانوا أهدن يعملون كوا عمل فالس سأصرف كل كهدول ككبري الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ومحل تهي وكبرين على الله إلهي أمدنه قانتمين وعلى الحق يكو كبرين وعلى من جاء به أحد حق لي من الواكو كبرين وعلى عباد الله من الواكو كبرين الكبر هي بطر الحق وغمض الناس ثم حق يوضن الدين وكي حق رير كل كوا استفادة هذا محيط هاي آيات كستوي أركان كل آية لا يؤمن بها آياتها أما آيات شرعها أعطوه وحيه وسيده أما آيات كونه معجزوه لتصيه وخوارق العادها أعطوه خميمي هذه أركان سبيل الرجل هذه أركان ما هنو قديسنا لا يتخذوه سبيلا أما شهرت كبير كأه فهو يري من اللي بانو يري أحد يتكبرون في الأرض المستحي والمتكبر منه من الليبان المستحي انك حقا كحشوضة وقيري وهاشيك هنو سنقرني هي انك متكبر كأهم حاوحا أبرانا منه من الليبان فيكيبرك أستقع وحولي هاي مثلا ننك وحبرنا اياه هدي اوسا اتواضعين وحبر شدعف ودل لقاس وحبر شدع اوسا قاضنين انتو نولي هاي دل اجهل اه أمو كجرة هذا يدل وحبر شذا مركه رأوخ الله عواه وحبران وهايوا ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل ذل الحياة وتكبرون في الأرض بغير حق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها إن الذين حق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم يقول كي حق وكسكن هذه كلمة إلهي ولا أملأ أن جهنم منك ومن تبعك الليلين وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا هذه أركان كل آية لا يؤمنوا بها رميمين وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذه السبيل يعني إلهي قلب قد الدبولية وفهمه ما أرسي حقه الدلة حجدة فهمه لفهم الهي كسيبة في بعض العلمية فيها لكسيبة وأنا حقوبه فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم أي مرت إيشان يا قلوب طوذي اللعين ونغلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وإن يروا سبيل الغي يتخذوا السبيل جد بعدها هذه أركان جاء بعدها سكراعي كل كأسباب صار محاوكان لمن كان إني كبران أوه جد كآياتك سي أركان أي ديدان إن الذين حقد عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم أو سبيل الرجل أين كي يرني وضد الصوصن أين قاضي وضدهم أي قاضيان ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صابتك أسا أكنتي أوه فلما أزاغوا أزاغ الله وما حيث هاي آياتك إلهي يبينين كل آياتك إلهي بينين وشرعها أوه لم يلغوا لها بالا وكانوا عنها غافلين إسكي اللوين مركز ربي يكو عقابي إن لغا إله سأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض إن مركز لغا إيلو آياتك أي بينيين لغا قديوه فلما أزاغ وأزاغ الله بولك إله آياتك سبيني وإله لكلك سو قيامها بينيين أعماش وذي وبرت وأعماش أسمحي تهي مثلا أعمال وحاجرت أي أسنام كو عابد هذين القيامة وحنوصر الدون طائل الله مره تيوا كبرتي ومن يرتدد منكم عن ديني فيمض وهو كافر فأسين كو قايد هايين علماء فركوت يعني الروح كان هدي لأن أشرفت اللي يحبطن عملك هداد الشرك التي ما تعمر كاجبابه ولو أشركوا لعبد عنه ما كانوا يعملون فلقى قولوا علماء بركض عيدها كليك قيده وما يرتد منك عن دينه فيموت وهو كافر لكن هدي أطوبة كانوا مركز عمل كي هرم أصوى نقنا اللي مع أطوبة عمل كي أوابه أصوى ذا إيه مصوى نقنا يكاون باو باللامنا هذا هو حبيب أبتويري هدي إله وكريم وصوبك يعني إني أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذه الأطيري فلك هدي الله هاي قوة تعالى ماذا كل انتي عمل قوضي قيامها وابري وحبك من الهيين معايا لمركي هربا قياما لمركم يسنعيبا معهم
عمل كودنا شرطي وإيمان كأهل بوهي فبعد سداس يأينا به وهو عمل فلم بإنه آخر وحكاه لان إخلاص فإينا لهم فأضربوا وإيلا ربي أنا آياتي وحنك إلى الذين كوي يتكبرون كبرايين في الأرض الأولك فيه سكو كبرايين بغير الحق حق غير كيسو كبرايين وإن يروا كل آية هذه أركان كوا أيها لا يؤمن بها آيات الرمين مايين وإن يروا سبيل أثبت هذه أركان لا يتخذوه سبيلا فيه لنوايين وإن يروا سبيل الغي هذه أركان يتخذوه السبيل جد يكي لنايين جد كبايدة جد يكي لنايين يتكبرون في الأرض بغير الحق حق هذه أكو كبرته وألو بهان يهي سيدي دجانوك أبو دجانوك ذلك كالا صلى الله عليه بأنهم بسبب أنهم أي كالا كذبوين البينية وبآياتنا أي بينية وكانوا أهدن غافلين كوها الله معناها آيات والذين دلك كذبوا بينية ربي بآياتنا بينية واللقاء الآخرة سآخر الله كل كذن بينية قيامة حبيثة أعمال ومعمال شهده برتي هل يجون كوا من الله أبالنا إلا ما كيون وكانوا أهدن يعملون كوا عمل فرق وحكروا لغا أبالنا مرواهم كاسم واتخذ قوم موسى موسى قوم كيسي وحي يشان من بعده أي بعد هاي موسى من حليم بالله ذا حق ذا حق يشان عيل دنيا يشان جسد جرى يشان أما عيل قاسه جسد جرى عيل قاسه الله قل أخوار أوق له سيدي سعق غيرنا ألم يروا موين أركينا أنه دير لا يكلمهم إنسا لها الليين ولا يهديهم إنسا تسنين سبيلا جد إنسا تسنين ميينا أركين اتخذوه الدبيئة يشان وكانوا حياء هذين أيضاً ظالمين كوا ظلم فلي أوه ايب اتخاذهم العجلة إلهاً اكي يشان كان ايكو ظلم فلين واحد ايو اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسده سورة الضعانة هذه وغورنتي ايه نمن كان وحي سواء عريقاتين والك مصر كسوا بحايين يحلي يسوق عتنوا ايه حلي دي ايب اهيد كلكو نبي الله موسى او ميقات كي آري يا ليلة ونملو دميان حنبارتنا علاقة بعلو تعرسنا كسو قادم وحي داهب هاي او امن لقون لقشناي اما قعان اما دلو وحي وطن خاسي وسين قولك او ضدي عيدة هاي يجري هنسيدان اقتب الرؤنا مرك دميان سارنا هاي قولك احال كي ويسكسو الى هاي النبي الله موسى يهارون يمدين يرنهارون وحارنا انا علاقة انا ايدا دميان اسكهو بنا بس كده على قضي وهي على سبيل الحالي مر ليهم في الكاسة قلت في الأرضي في الكاسة يري موسى رأي إيسا سبينا موسى سبيل حالي يالون بيالين سامير لأنت أصول صعراية جبريل فرس كهو صعراية كل كي فرعون يقوم كي سبد الوه لها أمبو أركرات كمال ولكو سي عمطابو كسوقا عمطابو دي وكسوقا دي عردي أمبو أتغن كري دي بمبو كدلالي وامن رواقي بالدين يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وأوهاني نبي الله موسى فنبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هذا إلهكم وإله موسى خاركوا وغلابه كوذي وحيرهم والإله وابكنا وإله موسى فالنسيح مالوا إله الجرين وأضغني قلت النبي الله موسى النبي الله هارون إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء إلى الجلان إيبا إيبا طبعا الملك ويري أوالي في الدنيا إسكدهاي كل كدب ياسا إله كيشا واتخذ قوم موسى موسى قوم كيسي وحيشا من بعده أي من بعد ذهاب موسى إلى الميقات من حليهم بالذي إيوتين أو ابن إسرائيل كسوقاتين يأجل انتبه كيالا أجل ياسا جسد انجرأ ما يشان جسدك وحاد ما دائرون يهلب يديك إيوليه قالوا حيلين سلاسة والنقضي قالنا ما وحي له ساس كل واقي لو قوار قالنا طبعا وحي له ما ابن عباس حيري وحو دواقين لما أركو تبايشون بأنت دوضا كتشون بأفكك بحيثي هو أداء هو مركو سيدي سعو قيلنا مركو سيدي سعو قيلنا دواقبا رخص أيها نسيدة حسرتها نسمي نوكرة واتما يليهين مركب يكوليهين مركو لأوك عايين مر كل نبي الله موسى وحي مغلق كل سوى نغضي رخص لا سأو الرويري قيل الله سيديني الأوقيس واتخذ قوم موسى وحي يشان من بعده موسى بعد مركو ذا وتقى من حلول عجل في جسد جرء يشان عم عجل ياسو جسد جرء له له خوار أوغل
كلك وحال يرميين الأركين ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا يين الوجه تبقى النسان هلين أوه أوسن معركتين هنونين إلى اتخذوا إلهاً وكانوا ظالمين والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. آية عشان ترسل أن ما أنت قبل الله بنا وآية بقول أفرتم يا السياح رقم كيدوية سورة الأعراف كما آياتي هو روحي ردان وغن قلنا واتخذ قوم موسى من بعد من حريهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم ما شاء وحقق هذا نيسا صفة الألوهية إنا يكملت هاي إنا وحا كان هضلي وما كان أشعري يدو إلهي ما بحضا يا له وحا وحا من أزلي شيء معنوي مت قديم صاص أمعي وبس ما هي إلهي مركو دونه هضا مركو تبكو هنونيا وحبو فرا وحبو ريبا وكان القرآن كتيبا نالها الله يسمى كل كلمة خصوصية الإلهية يبقى وعيبا سنم كان السقعة ديما المركز بهذا اللينين فانكا ودم يكون ننكرا واما ألم يروا موين أركينا أنه تيب الله يكلمهم إنه سلها اللين ولا يهديهم وشنتسينهم السبيل وضوء اتخذوه ويا شنتبه أي إله وكانوا ظالمين أهذين باتخاذهم العجلة إلها كي يشان يكون المفلة لأنهم وضعوا العبادة في غير محلها إذا هذه إله أورها يهدي بكتكين ظلم يوضع شيء في غير محله سوما نما وحبك ألف سنة وعقاب لسارة أما حول الله قدعه أما ظلم سوما أما لقراء أما لدين ولما سقد مركي الذي في أيدين بحمه ذا القريب فهو الرواي أركان أنه ما يقل الله إنه يدومين قالوا حيرا لإن لم يرحمنا ربنا ربنا نغضونون حريسا ويغفر لنا ونوضعف لنكونن أهانا من الخاسرين كوة خساران كمد أهانين أمركو نبي الله موسى صنغل أعوذ الشهدين الضلال كسوغينيين أوه ويساس عطاه إلا هذا الكمر ونعرف موسى وضع بيحة كره أوه لحي أطوري مركا أيضا أهي فرطة أحدى كقنينين ولما سقد في أيديهم وحال إراها كناية عن الندم قوم موى قوم موى مركا وروحا قوم موى مركا سفرت قنينة مركا قوم موى أي أقهدين اللفتة وحانا أضبارتها هذا واتلفتة وحوين وعمبتة إن الأمين مركات رب أصوى نغذين وإلهان إله أظنون حريثاً وإتم إلهان أظنون ضعفين وحان نقنين مركا خاسرين كان كمن نقنين ولما أستقد مركي الذي في أيديهم قعموه رسيبة القول هذي قوم كدبك عابدان أي ندمو أورأوا أي أركان أي حقيق صدام أغادين أنهم أي قد ظلوا إن الأمين قالوا حيوراً لإن لم يرحمنا ربنا ربنا أظنون حريثاً ويغفر لنا أظنون ضعفين قراءة وحاوها لإن لم ترحمنا هذا نوع نحريسان ربنا يا ربنا مركا ندين نقول هو تغفر لنا هذا نوع دافن لنكوننا أهانا وأهانا وأهانا خاسرين وأهانا من الخاسرين كمان هو خسار وخاسرين تكون جران كمان نقولين ولما رجع موسى مركو سنغضي إلى قومي وصنغضي رضبان حالة سيكي عريسان أسفا أو تيران جيسان قالوا حيلوا بإيسا ما شيء أباس لخلفتموني هذا يخلف نقطين من بعدية قداشي أعجلتم أمر ربكم ربك إن أمرك سمياه دك ستين وألغل ألواح اللوحيين واجد وادادي وأخذ وعقبتي موسى برأس أخيه أسأل ولالكس مدح سوقفت هارون يجر حال أجيدا موسى هارون كإليه أسأل أنتك أجيدا لغمت إنو كلا فكير قال ابن أم قال مركا وحويري هارون ابن أم وإذا يقول كذو إن القوم قوم كإسر عفو ويش وعلى عيسلين وكادوا حيسلين يقتلونني إلى الدلان فلا تشمدها فرحانا بي أنا قال أحداء حلوك هاي وفرحانا شماتة الأحداء اللي رمض ولا تجعلنها إيالنا مع القوم قوم وعوذها إيال الظالمين أو ظلم فلان النبي الله موسى مركو صنق أستوى عرى الله لمن ربي إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامد يا أوس الشيء أوس أركي الدين أنا ككر حضرين هايين مركز وحويري بيس ما خلفتموني من بعد جراشي حالة أن أصميسين حالة قبيحة
وعبادة من دون الله أدب عابدين أمرك الرب ميادك دكتين حتى عم بإذن كتري ميقات كانكم مغنى انتو إلهي قدري أمبان مغنى 40 يوما انتو ميادنا وحن إذنكم بغطي لوحية هنا واطور لوحية هذا حيلين وابربوران ومرليين على كل حال بربور كسوا قادم دونا مركز يهارو أخروفني هسوا مارلهم في قومي وأسلح ولا تسبع سبيل المفسدين سلام الله بلهم عطيت أمري هو قال يا ابن أم لا تأخذ باللحية ولا بالرأسية إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قول حق سورة طه اعتصم وأسود تغيين وأخذ بالرأس أخيه وقفت يجر حال وجيدا إليه يجر واجيدا أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونه وأخذ وقفت بالرأس أخيه أسوي ولكن ماذا حسوا قفتي يجر حال إليه أسوي أنتك وأجيدا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتم ولما رجع موسى إلى قومه قال يا قوم ألم يحبكم ربكم وعدا حسنا أفضار عليكم العهد هذه البضاء هي سورة ضاهية ست عن إسرسة وأخذ ماشى سيام وأخذ برأس أخيه جره إليه أسوجي فالقال إن ابن محيري ابن أمة فهو يدي سمحو الشابوه للصور شقيق وما هينو أبيس ويدي سمشي مطلا أبيه هو يبو الله لكن هو يدو كتر غيقسان هاي وهو يدو حق هذا يعني حريصة مارسة البضن ما شاء سيجرتاه الله في الغفشة فالكاسو يري لا تأخذ باللحية ولا بالرأسية وهذه سورة البقرة سورة طه لا تأخذ باللحية لا هي ورطة واتنتان قيرك كتار أما الله افتذقنا الليلة كان محاكا قادنا إيسا مركز باللحية إيهي تنتهت أقرك لبحية إيسا سيرة الأنبياء والنبي الله هارون أقر لها كل قددك أمارتي قردرت أهيين أقرك كويسي زون أهيين قل أبي الله وآياتي والرسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك إن يعفى عن ضائفة منكم تعذب ضائفة كل شيء دينتك كمرأة هادات كويسي زوتم مع نبينا عليه الصلاة والسلام كف اللحية فيها وقروينا قولك وحيرو احفو اللحة السيئة فعلا نواسيد ذا يذكر وعمر قولك مثل شعيرة من شعائر الإسلام هي في استجازة اسكجرها سيرة الأنبياء إن القوم إبن أمة ويذي بالكذي وإن القوم قوم كيصل عفوني والله أسدان يعني هارون مركيو يرمى عرفين إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن وحيرين لنا فرح عليه عكفين أنا قبل هرت موسى يا ترى حق إله حق سجرته فأييتم من سبيني وكادوا حيث أن يقتلونني إلى الدلان فلا تشدني أنا قال عدها يقول فرحين وأنا قلت يا ذعولي إيهين وتدك أحدث إذا وحيج عليهين إلى أيها اللي بكاري أركان شماتة العدها يقول فرحين تدك أحولا أيها كلها يقلقين ولا تجعلني هايين مع القوم الظالمين أوذل الفلي أو كوا عقابتي متين أو كلا أنا كان هاي راعن كل كان مستوى فرتي مركة إنه سنبي الله هارون واحد تقصير الإيمان أوسر والد في النهي الداي مركاسه استغفار لي يمد وأسجل يولال كيسو إله أدن بالله فويدي قالوا حي ربي يا ربي ربي اغفر داف لي أنا كأي داف ولا أخي ولال كينا أداف لمي وأدخلنا نقلي في رحمتك نحريست هذا نقلي يعني تحيط بنا من جميع المهات يعني برطك أنا عارفت أنه أقلي ولنكسته ما عارفت أنه قمرته وهنا ما أشهده أن كل أحد منه معايا لي وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحم وأكرم الكريم أنت أرحم لنا من أبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا كذلك قال ربي وحير قال موسى وحير ربي يا ربي اغفر لي إلاف أنا هو أخي ولا لكي نوضع فارون وأقل أن أقلي في رحمتك أن عارفت أنه أقلي برتك النور معايا لو أنت أرحم الراحمين أنت نحرستها إله يقول نحرس بغناتها إن الذين ذلك اتخذوا العجل الذبغ يهشان سينالهم حق قاردون غضب عرق يا من ربي من ربك حق يسكسوا قاردون يوذلوا تندلي في الحياة نلش فيه يكذل لبانا عرق الأعضاء الدم لأولو وكذلك سلاسة نزي المفترين كو الذنب أبورتنا يعني كو أبالنين كل كدول كي دمج عابدي إلى حق سعرك الجاد عرضي محيط هاي وحالي أقتل أنفسك وحرمنا إلى توبة وحين قطي
إنه يزدلان فقتل بعضهم بعضا صافا يسقاطين ويلكي أبيه يزدلي أبيه ويلكي يزدلي المذارتي ولا عليه كنت وإسلاعي وعرضي ربي هساء قد حد يزدلان وعد هذا في الحياة الدنيا يزدلك هلان إن الذين يزدلك اتخذوا العيلة الزبغة ياشان سينالهم وحقارا غضبا حراء من ربهم ربي قد حق سيكا جاري وتوبض هذا وحين قد ولما سقد في أيديهم ورأوا أنهم غضلوا توبض إنه وحاوها ليري إن عبد إزدشان ساسي توبض غلب كوكا وذلة تنزل لنا وقاريا في الحياة نولش الدنيا أولو أما هو سيس وكذلك نجزي المفترين أفير سيئا مفتوى المفتري هو المبتدع من الله منك عباده إلهي يسن جدينين بالله وضن أسيقنا محا هايسا سيناله غلب من الله من ربي عرف ربي ويقاري ذلنا واسارنا واسارين حويري حسن البصري ولو تمهلجت من حويري حوالي بيت ودويري ما عرفتي فرصبا ما عرفتي ساحة ولا كطلع أما ما عرفت اغضغط به البرادين فرطاها ما اللي بيت بيدينه وحانو الأربع حرته منك ما عرفتي مبتدعة منك تفيه إلى أعلاه من أدناه إلى أعلاه ومن كتفي ذل ياضشك سعر نور بدعث أولي من درادة كل مفتر كل مبتدع فعليه غضب الله يناله غضب الله وكذلك هو ذليل ساسو وكذلك سيداسا نزيع أبعلنا إنه رضا المفترين كو بين أنت وكو أنا دم حيث مايين عباده أسن إلهي فرني اختراع سدين أردبي أي حابدين من الله ننكي بدعا لي ماذا أسن نبي وقعينا دل الله سبحانه والله فكرنا ربنا وقارا والذين دولك عملوا السيئات حمايا العمل صلاة ثم بعد أن يتابعوا صانقين من بعدها سيئاتك بعد أن يتابعك أو آمنوا الرميين إن ربك هذا الرب من بعدها أي بعد تلك الغفل فعلة أوليه لغفور الله قدام الأفوار الرحيم النحريس أي أيضا وحاوة هرت حتى مناسبة سنكو سعطة هو تيرين لا لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا وعمرك يتوبك أنه لإزدير توبه إنه واساسه إزدلين كلك توبه يا الله واك أقبل كلك توبه إلهي وأقبل يا سواء تأتاب من شرك أو نفاق أو معصية أو بدعة بدعة إنك أدكت عليها منك أنا ضمر بالعقب صدسوك أقفقه هذا نوك توبه كينك هذا بدعة إنك توبه كين الشركي نفاقي مركز إلهي توبه وأقبله لكن ربي هذا عبارة عامة على الشيء نعم حال يري وحال يري والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وحال الله وحي حمان سمين ابن مسعود على يري ويرنن يا ناك كذنس كلك ناك كذنس يوناك تأجد يديو قور سبي قور كأسقاهاي ما أنصحها والقاسة وحسود الشيء أيضا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم كلك أيضا نفس دليشتي نوع حدا ليرو ننكي ناكتي وكذنستي وسيئاتك حمانتا وكسميهي إنو هدى قرسو ميه أبنانتا نوشي أقول نوفي ديو ما نوفي ديو مركي ليرو أيدي كعلي وكعلي 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 طوان قور يو أيدي كعلي والذين عملوا سيئاتي ثم تابوا بعدها وآمنوا إن ربك بعدها لغفور رحيم مرنبا أمرهم وأبنانتا أمبنان منهم أيضاً بدو شكسارة سيدة سيدة الفصالح هايان هذه مسألة لويديو نسك يتم بيسار جبيل والذين دولك عملوا عمل فلان أسيئات حمايا عمل فلان أما كوان ديوك عاوداء هذين أما غير كوطاء هذين ثم بعد كذا تابوا طوبة كان من بعدها أي من بعد تلك الفعلة ياس فعلة ياس أوحن أو سيئات من بعدها من بعد سيئات الطوبة كانان وهو آمن الرميان إن ربك أدي ربك هذا من بعدها أي من بعد هذه الحالة إليه وحالة التوبة أو من السيئات اللي توبة كياني حالة ذات بعد هذا الغفور إلهي قدم إدافه الرحيم النحريس ولما حين حالك سكت أحسري عن موسى موسى الغضب عرض إيك حسش أخذ الألواح اللوحي يقات والحال وفي نسختها بسكين استيناس وفي نسختها الواحدة في نسختها إذن وحاكستهم حيالها الغدقي هدنا هنونا قصر إيه ورحمة النحريس يا قصر أنت هاي للذين الدولك يا قصر أنت هم أيها لربهم ربي قد يرهبون كبقائين نبي الله عمركو نبي الله موسى عرضي كبعضي
wuxuu ku sugan yahay uu ogaaday uu soo tagay markaasuu looxihiis iyo meelaha ka gurusan looxiyaha maxaa ku yaal hanuuna ku yaal naxariistaa ku taal laakiin naxariistii ugu taalla waa duurka ilaahay ka cabsanaya rabbinan rabbim yarhabuun eelaanta rabbim yarhabuun waxay keenaysaa yiri yarhabuunana bimacnaa yaqlacuuna rabbim sidaasay maaragtay tafsiirkeeda tlmiim yani ficila ficil kale la macno gelinaa tlmiimka ama ficilku gala oo yarhabuuna macnaha yaqlacuuna sidaas ama laantay gelil rabbim xarafka labada way gashaa yani waxay nusqooyinkaas hanuun ah ku sugan alwaaxdaas waxa ku dhigan ee naxariis ay ugu sugan tahay duurka rabbigooda ka cabsada wallahu subxaana watacaala aclam alxamdu lilah axmadu tacaala waashkuruhu waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اختار موسى قومه 70 رجلا لمقاتنا آيات أسأل ماشي الدرس ما أنت الدرس كأنك بالله بينا وآيات الرقم كذوية بقول يكنتن يشن وصورة الأعراف كمضة أيها ذي ورد مدى محيرون وغنى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب يعني نبي الله موسى في الكهراء وألقى الألواح وأخذ بالرأس أخيه يجره الألواح دي نواب ججبتان ليري من جوهرنا إهيد من زمردنا إهيد على كل حال وكاف kolkii caradii ay ka xasashay iyo loxihiisii iska qaatay markaas maxaa yeelay markuu xaalku yahay ogaaday iyo markaas oo miyirkii u soo noqday dharkii ka ba-ay markaasuu maaragtay wixii ahamka ahay oo muhimka ahay kaasuu maaragtay ku shugloomay loxihiisu qaatay looxyahaas nuskada waxa ku qoranna waa hanuun iyo raxmad yay u tahay liladiina hum lirabbihim yarhabuun ee yarhabuun laankuma tacadisu yiri laantaas macnaa yaqlacuuna lirabbihim kolka yarhabuunadaa salmiin la gelinaa bimacnaa yaqlacuun ama laantaasaa la gelinaa xaraf oo yarhabuunadan xarafka ay ku tacatinaysay ah salmiinka xarafkana waa gala ficilkana waa gala waikhtaara muusaa wuxuu doortay qowmuhu 70 todobaatanuu ka doortay rajulan min rajulina limiqaatina waqtiga nabiga u doortay falamaa akhadathu markay qabatay alrajfatu lulashadii qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigoo looshiita haddaad doonto ahlagtahum qoomkan waad halaagi lahayd min qabl horaan wiyaayo anigana waad ii halaagihin atuhlikunaa mana halaagi bimaa kii facala sufahaa kuwa caqliga daran ay faleen oo minaa annaga nagamida in hiya maahiya taas ma aha fidnadaas hadalka ay yidhaaheen ilaa fidnatun bay ahaatay tudilu bihaa fidnada ma aad ku dhumina tashaa aad doonto watahdii waan hanuunini mana aad hanuunini tashaa aad doonto anta alihi anta adiga rabbiow weliyunaa waxaa tahay naasirka naga ahadkii umurtaayna haya waqfir lana noo dhaaf warxamna noor naxariiso waanta adigana khayr khayru lghaafiriin intii dhaafto dami dhaafta ilaahaygii u naxariis badanaad tahay ilaahay u khayr badan kolka wakhtaara muusa qowmuhu 70 rajulan limiqaatina ee miqaadkan waxay tahay dibigii hadday caabudeen markaasaa ictidaar in rabbi loo tago oo laga cidir daarto oo qoladii kolba calaa kulli xaal waxaa loo yiri maaragtay uqtuluu anfusakum kolka naftooda way dileen haddana kuwa ka laftooda kuwii dibiga caabuda yeela joogeena la yidhi walamiisaa yilowha mana aynanu aragtay goon ugama ay bixina waa iska jiba kol haddii nin dembi qaba la joogtana adigana dembigun goa wax kaa gaaraya calaa kulli xaal ictidaar liqowmihim min cibaadati alcijli kaase u bixin kolka nabiyullaahi muusa todobaatan uu ka doortay alkhayra falkhayra calaa caynayh raggii wanaagsan wakhtaara muusa qowmuhu ay min qowmihi naxwalayda marbay samceen inay mafcuulu minhu yidhaahiin ay ku daraan mafaaciisha shanta iyo lix uga dhigaan haddana waxay yidhaaheen ma badna qowmuhudan kani uba heleen way iska daayeen 70 rajul limiqaatina ee nimankii ayaga ahay markay xagga tageen miqaadkii yay nabiyullaahi la hadleen nabiyullaahi muusa waxay yidhaheen waxaan rabnaa inaad hadalkii ilaahay kolkaad adiga la hadlin ha maqashiis wuu yeelatiyo hadalkii way maqleen markaay maqleen kabacdi ay yidhaheen lan nu'mina laka xataa nararaaha jaarat faakhadatkum saacaqatu xagga baqara lagu shegay fana waatan faakhadatkum rajul meeshaasay kabacdi ku dhinteen waay markaasuu nabiyullaahi muusa ayuu ilaahay u tadaruucay
إلهي هذا دون تير ما عرفتي هران يتهلاقي له إنت إن هذا اختيار كانوا إيمان أنا كان وادي هلاقي له أجل عمر كاس إلا هلاقة مستوى اختيار الإيمان كل كم واحد نوع هلاقي واحد يصف هذا النظف لين وأنا ما كمارت الدين عابدين وأنا شيء في ثناءه أو أديه في ثناءه أديه أحد كان دون تنا بمية أحد كان دون تنا هنونية أديه سرايان مركز ثم بعثناه من بعد موتهم مركز الله سيمولي واختار موسى قوم السبعين وكدرت الرجل من رجلنا فقال لميقاتنا وأدرتي فلما أخذتهم الرجل هذه قول كسيدة سوء أبضي هاي هاي لا أتولكنا بما فعل السفاء وفعل إليه ماذا قالنا وحي للمركز ماذا تقان إلهي بريان وحي لهن إله النسي وحدا هدى كفر دسين وحا نقع في سنة كذاشاين منها السين يا رب يا هذا الكافوك هذي فأخذ من رجلت وقال كرتا وحضن كل وحي الله نبي الله موسى يا هارون إسرائي موسى مثل هارون هذا انتي سرير كفره سرير تيو كل كوه يسان نغضي يجرين أدقى ما أردتي سرير تيو كسه هوا دن أدقى الجلي وحاوان حسنتي يعني طبيع قبوه بيسا كذا كل كاسو ولي صبعين رجلا ماشي يوكي مركاسي ما أردتي إله الله إله أسوى النولي لم يدلنا أنا أشكلت مركز عيقي لله أنت قد يكون الله أعلم فلما أخذتم الرشوة مركز قبط للوشادي أو الامتان قال موسى وحي ربي يا ربي ربي قبل وشيء سهدات دونتو أهلكتهم وهذا هلاقي لأسوان من قبل هران وإياي أنا وهذا هلاقي لأسوان كل قبل محام كلنا نقونا ويرهد من إسرائيل قوم كأذيك الله اللي قوم كنا جنوكين إله أصل الرعاية وإبتهال السمين كل قبل بح على مدة كانتوين مثل ما كي واسفها مدة كلا أذكر إرادة هذا كل كلا وضع إلا ضوض يا كن تجري تغنظ وإرادة منك تظل من تشاء مثلك لا أيها السفهاء لكن هذه مارت أذكر أضوها فجسد أذكر أنا عقل الذين مركز وحيهان له الجدك توصل من اللقاب أتهلكنا من هلاك بما شايف على السفهاء كو عقل قدر أمنا أننا نقمد أي فلان إن هي ما هي معها فتنظ وهذا الكائكوها اللهم لن نؤمن لك حتى نرى لها جارة إلهان إلا فذنة تقوم بها تظل واضح مصابها فذنة من تشاء كل شيء بيدك هو منك وإليك وتهدي واذن النساء من تشاء أنت أولي ولينا أي متولي أمورنا أنت أولي ولينا أي متولي أمورنا أتايوا فاغفر لنا نوضعف وارحمنا نوان حريصة وأنت أولي خير الغافرين خير من غفر وأكرم مثلا وأكرم من غفر يا طه أذى خير من غفر الذنب أحد ضعف أحد وخير بناته هيوان وأكرم من يعطي وأكرم من يمنع فاغفرنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب إلى قرى لنا أنك في هذه الدنيا والدنيا حسنة تنتبه نفس النقر نقر وفي الآخرة آخرة في جيدنا نقر حسنة إن أنك فدنا ونقن إليك أذى أنت كان قوس ونقن قال رب حير عذابي أنا عذابك أصيب وأصيب به عذابك من أنك أصيب أشاء أن دونه والرحمة نحريست إذن وسعت كل شيء أواسع نغطي فسأكتبها وأقرأ بالرحمة للذين كوين أقرأ يتقون عفسنايين ويؤتون زكاة زكاة ديوائين وهم الذين كوينهم أيها بآياتنا آيات كان يؤمنون الرمين فإذا عدي يهري استدراد يؤسي وتيف اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين مدى إذا وحاوى ذنبها نضاف نوانا حريص غفر يا أسر كيسا وصدر مؤكتل ذنبها إلا قريبا رحمتنا وحاوى إليه المركي غفر يا لك ولنته وأن مدى بلغاته وردنبه كلام لغاته كلك مدى وحاوى للنبي المحذور وحق الله وحق كدف توني هاي إن لغا إلالي وكتب لنا في هذه الدنيا وحاوى لجلب الخير خير كمركز في هذه الدنيا حسنة ما هي الحسنة في الدنيا الدنيا حسنة وحاوة علم نافع هي الرزق واسع هي عمل صالحة هي وغير ذلك واكتب قرأ لنا أنك فيها هي سنة الدنيا الأولى وحسنة تنتم نفسا أي علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا إنا هدنا إليك وفي الآخرة الجنة طواب طواب إنا هدنا إليك هدنا بمعنى التابو أي هدو حلو يرى لماشا لكسو غاطي هدنا هل قدنا سدى وافطه هدنا ونغني إليك أي أنكوص ونغني كل كينتا أوير نبي الله موسى رب محيوري قال رب حيوري عذابي عذاب كي أصيب وأنا أصيب من أنك أصيب أشاء أن دونه وحاكم الدين الكاسدة لله وهدنا لسون ولي وأخذتهم الرجلة وحاكم إذا ما أردتين
duurka isdiin la yiri taasoo dhanaa cadaabka lagu afsiibay kaasaa ka mid ah. Laakiin raxmatii galabad sabaqad qadabii waa ama galabad qadabii raxmada rabbi yaa ka waawasaxsan qadabkiisa oo rabbi wuxuu yidhi wa raxmatii wasicad kula shay. Kula shaydaas maxaa waaye alcaalam alculum walcaalam asifli albara waalfaajira walmumina waalkaafir mumin iyo gaal iyo bari iyo faajir iyo caalamka kor iyo caalamkaos jiddi raxmadii rabbi min xaysu alcumuum waa asirtay waa. Amaa raxmada khaaska amaa aragtay oo haddii la idlaaqo ku dhacaysa kuwa waxaa iskale duulka mutaqiinta oo zakada dhiiba oo ayaadka rumeeya waa. Waa raxma khaas oo ayaga middaa fi dunyaana waxbay ka helayaan middaa kalena ayagay u khaas tahay. وراحمتي نحريسه وسعت كل شيء ليك واسع نقط ما هاي الحديث كي وعطيها إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن الرحمتي غلبت غلبي وسعت كل شيء ليك واسع نقطي وسأكتبها وانقرها بالرب للذين تلك يؤتون يتقون عبسنها ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك أهل الكبائر تا ومؤمنين تا وتوحيد لقاها لي كلكي أمت بدن الوضاف حتى مالكا سبحان الله يري إبليس مدح سيطة الرجاء أن يغفر له من هلا يوا. فسأكتبها للذين يتقون يمتثلون أوامر الله ويجتنبوا عن نواهيه ويؤتون الزكاة زكاة زكاة النفس ونقطة زكاة المال ونقطة زكاة النفس اللي هو بمعنى النمو إنه ما أرسي نفسي إضاعات اللي يكريه ودادة عبادة ريستو أما زكاة ومعنى تصريه وحيحنا أذكا سفيسو زكاة المال أيضا أنت وردنا بذي كيني زكاة الفطر نكتا والذين هم بأي زكاة اللبطة ومالك اللي قبحنا يو لبضوا ويكنتا نمو ويكنتا حوالها اللي قبحنا ويبركيسا مثلك حوالها وحي القلي ووشكي اللي قصفي إيه وحيالة بينا إيه هدي اللي قصفي إيه كترتريسا تسفيني. والذين ذلك هم أيها يؤمنون بآياتنا آياتنا الرمينة آيات الرمين توضي السبب أهاتر إن زكاة الإيمان إن يتقوى الله مادين وكام الذين مؤمنين يتبعون الرعايين الرسول الرسول كالنبي ونبقى قالوا مي أبروا النسوية أما أفلان الذين نبقوا يجدون إهلائي مكتوبا كل قري إنه عندهم أفتد الغقري في التوراة الغقري والإنجيل الغقري يأمرهم رسولك أسوء المعروف يفرع وينهاهم عن المنكر يكرر ويحل لهم حبنا إلى الضيبات وحيالها معان ويحرم عليهم وحك حرم الخبائث وحيالها حمان ويالله عنهم حك دجنا إسرهم علي سكوضة يقول أغلال حركها التي أغلاش كانت عليهم تشوضئه فالذين ذلك آمنوا به لهذا النبي الأمي الرميين وعزروه حوجيين ومعناه ويميين ونصروه قرقارين واتبعوا الرعاين النور النور الذي نورك إنزل الذي جي معه الرسول كاسمه إنزل الذي جي أولئك كوا هذا سما يقع الله لحونا كوين ليماني فارت آيالها ولي وحي كس حضان أهل الكتاب كي كس حضان أقاف وابتب لنا في هذه الدنيا حسنة نبي الله موسى هذا الكسوة قولك الذين يتبعون الرسول النبي الأمية وحال وجد كوا أهل الكتاب وآيات الرمي والرسول كالراعي رسول كالنبي الأمية مركي ليرا العربي هو ما هي لأمة العرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وحنا ما قرأين وحنا ما آخرين أمي معناها برا لون زي أما ما أرتوح لون زي أفلان كل كان رسول كأسرع كتاب كوضي كيف العين توراة كقرين هاي إنجيل كقرين هاي راس كقرين أحاديث بدنا أنه شيء قيم الله وعلم وترى بدنا كل ما حيلين التوراة هذه اللي رأى الكتاب الأول بيبقى كوضة والرسول كمحا كقرأ كتب تاس مجعسة كقرأ محمد أحمد ثلاثة كقرأ سفادي ساكو قرد وسفادي سمحيه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وكا معروف وحال ما عرف في شرع كاسو ما رتوي فرا وحال وحي حنة وكرربة كلك هذه هي الصفة وهمد أبو أوليس وح معروف واسفرنا وح أولي توحيد وح منكر واسكربنا وح أولي ما رتوي شركي أولي هذه هي صفته التي هي في التوراة والإنجيل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث طيبات وحيالها مع معان فبذل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وحيالها بذل ما أرتيها لقى حرمي كل يوبني
فوحي ما أبدأ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة وحصل ما وضطي كاسو معرفي أبني ويحرم عليهم الخبائث خبائث ما حيث سمع خبيثة تنوان وهو ما يضر وشيء الإبهياء البدن والعقل والدين وشيء عنيد في سمارته أنت إبهيسو كاسا خبيث أه وي الله عنهم أجرا ولا غلالة التي كانت عليهم وحال الله وحي مارته أيوح ليسوا إستارين تاسا أيضا يلغتوري فلك فالذين آمنوا به وحذروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أيضا تنفرسك أن ما نتقبل الله بنا إن شاء الله. وأيضا رقم كذوية بقول يكون تنيس الجيد أو كميد أصورة الأعراف أيضي هرادا وحي رغن قلنا أوه لمن كأهل كتابك أو خاصة يهود لوسي فينا معرفة الله شيء رسولك أو النبي الأمية كوى الرائن كوى سامو في الحين اللي يريو أيضا راي راع النبي الأمية ونبي عربي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يعني مرعي سهلين سفدس يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث طيبات كاس المستلذات وحيالها عن دين بين جرك يحقلق يدين تأني بينهم ويحرم عليهم الخبائث الخبائث تاسو حكمتها كالخنزير حكمتها وكالربا خبائث تاكمتها ويالله عنهم إجرام والأغلال التي كانت عليه أيها وحياله وحاها مثلا من كان أيها توبدي هذا محين قطي توبدي مركي يمارس ذنب السمرين اقتلوا أنفسك فحالي لما عرفت نفتي نزيلة نفتي نزيلة تعصي توبدي تبقى يا عابدا نقص إسلام كرمحي أستغفر الله انت عم بعض بكاغ بحس هذه ما عرفت ماذا يمرضك النجاسة وذا النجاسة إنه قوية إهي ما إن أنت كن كرين إلا في الكنائس ما هو بيه ما شيء ربانكم إن أنت كن كرين ويالله هذا جينا رسول كاس عنهم أيها حق إسرهم عريس كذي يوال أغلال حركيه إسرقي أغلاش وإسكمت يعني ويكون هذا ودين تهر نبي وحيوري عليه الصلاة والسلام بعز بالحنيفية السمحة سمحة وحالي لبي حيوري أن يدين أماربتي صدوط وحنيفية إن الله تجاوز الأمة محوق ضعفها وحوق ضعفي الخطا والنسيان وما استبره عليه كاس وحي خضي يا نسيانكي وما استبره عليه النبي الله آدم فالنسية ولم نجد له أحد من هذه نسيان وايا أتنا ما أرتي جنة دي على قصد طوري فلك أمرهان ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا وكا إن الله تجاوز اليوم عما حدث به نفسه ما لم تقول أو تعمل وحال الله وحي نفسه هذا سأذكو شيء كيسته لو يغبر ما هذا هذا وحي كهل أنك عمل فلن وكا وي الله عنه مصر وما لغلا التي كانت عليهم كالذين الدولك حتى على الله هذا مبتعي بن إسرائيل آمنوا به النبي الرومين أو عزروه مع أن عزموه ووقروه توغير أو يعني وينين أو نسروه وقرقارين أو واتبع النور الذي انزل معه نور كما عيسى الله سيد الجيم حي القرآن قرآن كو النور وهي يصلى الله به محالك بن الرئيساء من ظلمات الجهالات والشرك والنفاق والمعاصي انت أسوك يكون افتمنا واتبع الرعان عن نور النور الذي نور كي انزل معه أولئك كوا هذا صمع إلى الله في حون كل ذانئ لذا صلى الله شيء قل يا أيها كوان الناس أتطلعوا إني أنا رسول الله إليه رسول كسانه إليكم أذنك انتك ليس أدري جميعا عن حالتين أمان الذي ربي وهو له أسوى أسونا هذه ملك السماوات سماوات ملك وهو الأرض أرض ملكية لا إله إله مجر إلا هو أسوى مؤبين يحيي وانه لا ويميت وادنا فآمنوا الرمية بالله معبدك الرمية والرسول الرمية النبي النبي لا ألمي لين في هور كذا هو يذي كل شيء يعني وحنا قرأ وحنا أخرين الذي رسولك هو يؤمن بالله إله رمينا وكلماته رمينا واتبعوه الراعى رسولك لعلكم أحد مثلا في انتهى تدون إناد هنمتان النبي كلها ليرزتك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم يا أيها الناس يعني من أسود وأحمر ومن عرب وعجم ومن عربي وعجمي عرب يعجم يأسود يأحمر كده وليكن صدري
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. نبي وحيد عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أن كنت أرتوي يري ما المغلو يري ما سمع منه رجل يهودي أو غيره ولم يؤمن به إلا دخل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما جري لأحد أنا يأي مغلا أو يهودا أم غير كذا من يهودي وغيره أو نرثمين إلا دخل النار لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ كلك سلا سوا أنا يقول أمة أطلن رسالة سوا عام قل يا أيها كوهن الناس أطلقوا إني أنا رسول الله إليه رسول في سانا إليكم أذنك إنسي قال ليس وطري جميعا على تلمان ربي مركز يا سفيدت أشهد وربي سفيدت من هيتان سماواتك هي أرض الملك إذا أصدقاء إسكالي هو الذي هو خالقهما ومدبرهما واكا ومنشئهما على غير مثال سوق أصدقاء أبوري أصدقاء بالله أصدقاء مامورا أي وحو قول رأي أصدقاء إذن الأرض فانك لو وحده هو إلا شريك له لا إله إلا هو مثلك لهذانا الأحياء والإماتة بيدي إلههم فهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الضار وهو النافع وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر وكام يحيي ويميت كل صفات كاس ربك عليه ربك عسن رسولك سأل الذي ربك وله ولم ملك السماوات سماوات كملكه والأرض أرض ملكه لا إله لا معبد بحق بالوجود إلا هو يحيي وأنه ويميت وادلا لا يميت غيره ولا يحيي غيره إله غير كيسو حنا ما ديرك روا حنا ما نورينك كيف آمنوا مرك رمايا سيدا أقول هل يددك بالله معبودك الرمايا والرسول هنا الرمايا رسولك عن نبي الأمي وأنتي ونوع عربي الرمايا الذي يؤمن رسولك لفتس إله الرمايتين وكلماتي كلماتك تعتفينها كلماتك الربي أو قرآنك قل له كان المحر بحر مدادا لكلمات الربي لأن في ذلك البحر قبل أن تفد كلمات الربي قولك ما يشاء أشعرية ما أرثي جليل كتاي كركوذة حجة كتاي يعني كلمات كالرب هذا كان أنا أخرين أينو إنو هذا الإلهي يهي يورسول كالرمي أنا كان أرمين الذي رسول كيه يؤمن بالله إله الرمينة وكلماته الرمينة واتبعوه رسول كالراع اقتدوا واقتفوا أثاره كنت إذا أرأت كيس الراع لعلكم أحدون أنت تهتدون إنا ثانونتان حتى ترعضان أما لكي تهتدون إنا ثانونتان الراع أساس نوالغ الفصل ومن قوم موسى موسى قوم كيسا وحاكمة أمتنا كمية أمت أصلا يهدون بالحق حق وحكوانو نيان وبه بالحق إنا يعدلون كوكر سورين في آيات وحاوة هذه وحبضا لصوشة إنما كان بني إسرائيل ليرا وخاصة يهود أيابه هذه النقائص صورة سيدي أدي لصوشة إنا لم يدن إنا يجدك سيدا وذيه ما وضعها وإن من أهل الكتاب لم يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين ما عنا صار هذا كتب لكن هذا من قوم موسى يهود الوجيه ليس سواء من الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يجدون كلك وحاكم إذا قوم موسى أمة وحق وحكهنونيا ومن قوم موسى أمة حاكم إذا أمة يهدون بالحق بعض سألية وهو مقطع يعني أراد أم وحكهنونيا حق الصواب وبيه بالحق يعدلون يكون قرسورايين وقطعنا واكل قوينوي ربهم لمن كي بنو إسرائيل اللي جري إسنتي عشرة ثمان يلا أصباط جلب يالا خيالا أمام من أمام أمد يالا ووحينا ووحيوني ربي إلى موسى وحان محيوني إذ وقت استسقاه قوم وقوم كي سيكور الطلبين أنا قريب قراعة بحساك وش هذا الحجر لحق قراعة كنان وحيوني ثم جسد حاضر العظيمين من الحجر إسنتي عشرة ثمان يلا حين من حين إلى يالبياء قد علموا ويأغاذين وكل أناس الدسك اللي يسمى شربهم كانوا عبيد ذي أغاذين وظللنا الله وصيني ربي عليهم تشهد الغمام ضرورا كوصيني وأنزلنا واد جني عليهم تشهد المنى ملف عرئي وسر وشمبر بوربور كلوا وقلوا اللهم وقلوا اللهم وحلويه كلوا عنا ومن طيبات ما شيكي سمع معان عنا فزغناكم على مسكين وما ظلمونا نما إن ظلمونون رب ولكن كل كذا كانوا وحايا هذين أنفسهم مريال كوضي يذن المونة كوظلمية أي ودان وقطعناهم اثنتي عشر فتحك النحو ذا ما عرفته وحيلين أسباطا
وجمع وانا تمييز وحي اوتا اثنى عشر راسي تمييزين كل قاعده نحوله وحي عال لهيد الا يراه مره دي 11 12 13 14 الى 19 هدي عدد في هي انه تمييز كده مبرر هذا صفط ليره لما دهين اسبابنا لي مذكر الصفدي ومذكر هذا هو حي وقضعنا 12 ان ليره لما دهين 12 لي 10 كل ما عشان اولا واحد بدن شو سو شغني القران هو الذي يتحكم على قاعده النحويين قران كلا راعه كل شيء اللي بيتوان جلبان أكل قاضي رب والله بيتوان كي نبي الله يعقوب أضل وصيد سيرة كتا على يوسف يا بنيامين استعبر أيهن يتوان كي يسقب هذا أيهن الله بيتوان كي كل شيء عرفت ما يشي وحي راهين قبائل اللي راكوها سوكلة لكن لمن كانت عجم وحي راهين تبضي إلى هاي وقطعنا هو كلا جرني لأنك بن إسرائيل اللي جري إذن في عشرة ثمانية اللواء أسباب من أسباب جلبيالة أما قبائل أمم من أمم من أمم ديالا أم الله أركو أمم دي نقطيه فرضي كبرت كلك يا ماشا وحلويشا يا مركي يكبحان مركي يكبحان بدي اللي بدي أفرعون يقوم كيسي بدي اللي وحل هذه مركة أسى نبي الله موسى ويري ادخلوا قرية ثلاثة كتب الله لكم وربيت المقدس سائدين مصر وافرون تاي مركز بيت المقدس سيخ بان يقول نقونهين وغسوا بحيين أيها أسكال وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا في أوكا كلك بيت وين ديدين مركي ديدين ويرهن لن ندخلها ما بقلين قريرا مركاسة تيه لقلي فيه تحدي الزي 40 سنة يتيهون في الأرض أفرط سنة في الجريد كلك وي أمين نبي الله موسى بيه ويديسين أشو كل فالي رديحة اللبية الثوان إلى هذا كد العضي قال الله أركو اللبية الثوان كي اسكم عريرين الزحمة ما جرتوا الزنان قال الله أركب بيه هذه قصة قرحة ند شيرين ضرورة قوسين وأباها نيرين من يسوي لو سدجي وكا روحنا ووحيون الرب إلى موسى موسى انتك وحن وحيون إذ وقت استسقاء قوم قوم كي سألك وراب طلبين أنا ضرب كراع بعصاك أشهد الحجر فقراع الحجر كاس وحيلين قلوا أحضر حفر جيسة ودمير باب الغوضة وهارون أولا قالوا ما هو حيرا أي حجر بلح إلا أركب يستغل الثنان لا ما نعملك أهتو لماله ثم جسد أين فجرت وحاد الله عظيمين من الحجر إذن الساعة عشرة الثمان إلى اللواء عينا من عين إلى عين تأيضا ومحاو هاي ومعنى يكتا أن يسنتهي قلت إذن الساعة هذه اللي يراه محمى عينا تنا إفرات وكتمت مبرد أو تميس مبرد قد علم كل أناس المعنى كل صف دموان مشربهم كان عبيده ذي أقادين أيها نستعرن يا عبيد وظللنا واهو سنة عليهم تشهد الغمام الضرور ورحنا دشي نبي الله موسى إله بري الضرورة حسين وأنزلنا واتجنا عليهم المن والسلوى من نقاس وملب أهان ملب عرعي وذهن اللي جرين صباح ذي مركي سوطة وصان جيلها كرك وإذا وصدات وإسارين يأركا يهلالين نرسي كعنهي والسلوى سنبرا محيرا الموقت الكماءة من المن وما هو شفاء للعين صحيح المسلم كجرا الكماءة بهل أو معرفة اللي يرى لكو إذا استقار يراهين ودلك عيسى صوف ورعضة ذلك وقال له يوحنو أودي من المن ساسي حديث كيف كجرا الكماءة من المن وما هو شفاء للعين والسلوى شمبرة بربورا حتى ما البيسي أي راهين أجرا وهو أنكي معرفة مراهن إقدران وحسكو وحيانو لشكت الدوية لبتي سبحيلي من الكماءة والله وعلي والسلوى شمبرة بربورا سلوى سيدي ابن باز موقوفة سيري رحمة الله عليه يعني وشمبرة هن على الطهد من الارض الجوع ومن الارض اغطاق ومن الارض قريها فرق وضا الله ودسه كل كوحي وليه هاي طيب تلك وذا اهد ومعاني تلك هذا ما يشان كل اغضانا وحي ليه نهتاك وبرطور للمس إن اتبنك لك تالغيا ايوانا بقايا ديوا وانزلنا عليهم تشغى المنى ملابع رئي وسلوى شمبرة بربورا كل وحان من طيبات ما كي شيء كيسا مع عن عنا رزقناكم على رزق السيني ومن يسواه يعني اشربوا من العين ورئيشة كعب وكلوا المن والسلوى فطيباك كلوا عنا من طيبات ما كي رزقناكم على السيني كل كها ما شكريهم وما ظلمونا هذا عسيان لي ميدان انت تسبع الدقيق خبي أننا نمضوا المنون ويني لكن أيها الظلمي
ونفط ذا درميي ووحى اللوحي عقابه كل حق أيضا متي محايا نعمين كاسين وكشك ريان إيهي ومحيطه نبي محمد الرعان عليه الصلاة والسلام أسرع إهلاينا كتبت ذاك إهلاين وما ظلمونا نمائنا ظلمين ولكن كل كذا كانوا حياة هاي هذين أنفسهم مفيالك وذا يظلمونك وظلمين ويبقى إلا ويذكر حسيد وقت قيل لهم لو يري أسكنوا هذه القرية قرية أوتنا الزجاء وكلوا منها والله سبحانه وتعالى أعلمه